اهلا بيكم. وقفنا في الجزء الاول ازاي نطلع او نغير بكر السحب بتاع الفيدر. لو عندنا الفيدر مش بيسحب او بيسحب ورقة ويسيب التانية، اتعلمنا في الجزء الاولاني ازاي نغير كل البكر ده. دلوقتي المشكلة التانية اللي بتواجهنا هو ان الفيدر ما بيقراش خالص الورقة. في عندنا هنا مجموعة من السنسور او الحساسات لازم نمسحها كويس جدا. لو عندك بلاور، وده الجزء الوحيد اللي انت تستخدم فيه بلاور من غير ما تفك اجزاء المكنة اللي من تحت، هتنفخ نفخة كده كويسة جدا من هنا ومن هنا من الاجزاء دي كلها، ومن هو دي هو. يا سارة شاطر. وهنمسح الجزء ده كمان بالبلاور، هننفخ الجزء ده بالبلاور. البلاور ما بنستخدمهوش في المكنة كلها، انا بقول جزء الفيدر بس هو اللي هنمسحه. وبعد ما نمسح بالبلاور هنجيب قطعة قماشة ناعمة مبلولة سنة بسيطة من البريل، وهنبتدي او بلاش بريل يعني عشان دي بتبقى يعني اهو نمسح بس. ادي سنسور، وفي عندنا هنا هو ادي الجزء ده هنميله كده، هنحوش الجزء بتاع الحديدة اهو. في هنا هو مجموعة من السنسور او الحساسات اللي بتقرا الورقه، وهي دي لو عليها تراب بتخلي عندنا المكنه ما تقراش الورق. بننضف برده زي ما قلت لكم، انا ما عنديش هنا بلاور، وانا عشان في الشقه مش هينفع برده استخدم البلاور. لو انتوا عندكم هتنضفوا برده الجزء ده زي ما انتوا شايفينه اهو. ده الجزء ده مهم جدا في التنظيف، هتنفخوه بالبلاور او بقطعه قماشه بسيطه جدا. نبتدي ان احنا نمسح، بس خلي بالكم الحاجات دي حساسه فابقوا حريصين وانتوا بتشتغلوا بيها. هنقفل بقى شغلنا ازاي. موضوع بسيط زي ما احنا عملنا في الجزء الاولاني. هنرجع دي كده البلاستيكه دي، احنا هنا فكينا من فوق لتحت، لا هنبتدي بقى من تحت نقفل من تحت لفوق. هنا هو زي ما قلت لكم في عندنا تيله، هناخد هاتي اطار البقره دي، الجزء البقره التخينه اهي هنا اهو. ادي الصليبه هي اللي بتدخل من جوه، هثبت الكاميرا وارجع لك. هنركب جزء البقره ديت، البقره دي اللي هي فيها صليبه اهي، علشان في تيله عندنا من تحت. هنبتدي نرفع بصبعنا كده اهوت الجزء الحديده دي، وهندخلها بمنتهى البساطه، بس نتاكد ان هي دخلت كويس في الاتجاه السليم. هندخلها في الجزء البلاستيك ده اللي انتوا شايفينه، الجزء ده الابيض هو اللي احنا بندخله من بره في الجزء الطويل ده، وندخل الجزء الرفيع في الجزء ده. نرفع برضو بايدينا كده ندخلها، سهله جدا على فكره، مش ما فيهاش اي افتكاسات خالص اهي. بس اهم حاجة، اهم جزئية نتأكد ان هي عشقت كويس، يعني نسمع تكت دي، تكت الجزء ده دخل في الحديد، بحيث ان احنا لما نيجي نرجع كده الجزء بتاع البقرة ما يطلعش معانا، لا هو خلاص كده داخل كويس. ده الجزء، هنبتدي نعمل البلاستيكة اللي فيه. خلاص بعد كده بنجيب اللي هي البلاستيكه التقفيله بتاعتنا برضو بمنتهى البساطه. انا بصوا بحطها كده اهي، اهم حاجه تيجي ناحيه المسمار هنا وهربطه كده. ادي الجزء اللي من تحت مفيش اي صعوبه. نخلي بالنا واحنا من مجموعة الحساسات دي ان هي زي ما انتم شايفين بلاستيك عشان ما تتكسرش مننا، واهم حاجة دول لازم يردوا كده، يعني يجي خلي بالكم دي ساعات بتعمل كده، لو عملت كده اهي هتديلنا اكني علامة كده، علامة حشر، فلازم نتأكد ان دي بترد معانا يعني بتروح وتيجي. هنركبها كده اهي، شايفين اهي انا بس دخلتها كده، مجرد ان انا دخلت الجزء ده هعمله ايه. بصوا خلي بالكم بقى ما باجي ادخلها اهي، هقرب في هنا هو، شايفين السنون دي، السنون دي ما ينفعش ان انا اقفل كده، ما ينفعش تبقى من بره.
لازم الجزء دوت يدخل من تحت الحديدة كده اهو. برفع الجزء ده اهي، شايفين؟ يا رب تكون واضحة بالنسبة اهي. السنون دي تدخل من تحت الحديدة اللي بتلف دي. برفع كده بايدي الجزء ده، بوسع لها يعني، وبدخل كده. اهم حاجة وانا كل مرة بقفل فيها اتأكد ان المسامير عندي باينة عشان اتأكد ان شغلي مظبوط. اهو مسامير كده، اهو شغلي مظبوط. هبتدي بقى اعمل ايه؟ اول حاجة هربط كل المسامير اللي ظاهرة عندي اللي احنا فكناهم في الجزء الاولاني. يعني هربط المسمار ده وده وده ودوت، وفي مسمار هنا وهنا، واللي كمان على الجناب هنا اهو. هربط كل المسامير دي ونرجع نشوف ايه الخطوة اللي بعد كده. هنيجي نركب الجزء العلوي من البقر. عندنا عبارة عن بقرة اهي، دي شكلها، والعضمايه البلاستيكة دي عليها بقرتين. هنعمل ايه بقى؟ هنركبهم ازاي؟ ثواني يا سارة. هنيجي في الحتة في الجزء ده اللي هي ليها بوس كده، اللي ليها عضمايه بارزة، هي اللي هتدخل في الجزء ده اهي. وهنا دي الجزء اللي هو من الحديدة هو اللي هيدخل من جوه، والجزء ده هو اللي هيبقى من بره. تمام، هندخل اول حاجة البقرة اللي هو فيها جزء الحديدة من جوه. ثواني صغيرة، ندخل دي كده اهي. اهم حاجة تخلي بالكم من ملحوظتين وانتوا بتركبوها. الكليبس ده لازم يدخل جوه الحديدة، يعني لو انا ضغطت عليه كده لبره ما يخرجش معايا، يبقى متعشق كويس. تاني حاجة واحنا بنركب الجزء ده بنلف السير كده علشان برضو يدخل كويس في مكان الصليبة اللي من جوه هنا اهو. تمام، يبقى احنا كده ركبناه مظبوط. هنعمل ايه؟ هنقفل بقى الجزء البلاستيكة اللي من فوق. هنلاقي هنا اهوت حتة عظمة طالعة بلاستيكة اهي، هندخلها كده ونربط بالمسمار هنا. شاطرة يا ماما. انت اللي شاطرة. شاطرة انت. دي حمام. لا مش حمام، دي بيضة. حمام دوش. ازاي كده؟ احنا هنجيب الجزء اللي هو بتاعنا الاخير، الفريم بتاع المكنه، وهنبتدي نركبه في الظهر كده. هيدخل معانا بمنتهى السهوله اهو، شايفين؟ انا ما عملتش حاجه غير ان انا دخلته. هبتدي اربط المسمار ده والمسامير طبعا اللي انا وريتها لكم واحنا بنقفل، اللي هي هنا المسمار اللي هنا، والمسامير اللي في الظهر هنا اهو. في ادي مسمار اتنين زي اللي احنا فكناهم في الجزء الاولاني، وطبعا ما ننساش المسمار. انا هنا رابطه المسمار هنا، وفي مسمار تاني هنا اهوت، وبنقفل كده الجزء كده. احنا عملنا الصيانه تقريبا شامله للفيدر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش اللايك، ويسعدني جدا ان انتوا تنضموا للقناه. مع الف سلامه، باي باي.